السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات ومساجدة. فين احنا الاول؟ احنا كده في محافظة اسكندرية. جولتنا فين النهاردة؟ احنا النهاردة كده في العجمي في الهانوفيل، وجولتنا كده النهاردة في شارع نادي الجمارك او المعروف بشارع الزهراء. بصوا بقى بالامانة كده، الاول الشارع ده مش مطلوب مني، يعني مش جولة مطلوبة، بس انا بصراحة عجبني الشارع. كنت بصدفة كده اكتشفته وانا بصور في شارع الخلفاء، فاكتشفته فعجبني نسمة الهواء اللي فيه رغم الشمس الجامدة اللي احنا شايفينها دي، بس كان فيه شوية هواء جميل بصراحة. نسمة الهواء عجبتني قوي، قلت اصوره لكم. ومعلش ان انا كمان في المقطع الاولاني ده هبقى عاملة ازالة للصوت، عشان زي ما قلت لكم كان صوت الهواء جامد قوي، كان مغطي على الصوت الاصلي. لكن بعد كده بنكمل الفيديو عادي معانا خالص، بنكمله بصوته الاصلي. انا بقول لكم ان رغم الشمس دي سبحان الله كان صوت هوا جامد خالص وكان مغطي على الصوت. بصوا كده الشارع جميل، الشارع كمان تحس ان هو كده مصيفي اكتر من ان هو سكني. واحنا لو جينا الشهر اللي فات كنا هنعرف الفرق، كان هيبقى زحمة جدا. هو فاضي، ان احنا خلاص كده الصيف خلاص والحركة المصيفين قليلة جدا زي ما شايفين. بصوا كده الشارع هدوء ازاي، واي بقى كمان شارع ندخل فيه من ناحية اي ممر كده من ناحية الشمال ده يوديني على البحر، يعني انا كده بيني وبين البحر خطوتين بالظبط. عشان كده كان صوت الهواء مع صوت البحر هو اللي عامل مغطي على الصوت الاصلي. كده الشارع جميل قوي بصراحة، عشان كده انا حبيت ان انا اصوره لكم، وقريب كمان من البحر خالص. شفت معاكم فين؟ ده كده برضو دخلني برضو كده على البحر. ده شاطئ برضو، شاطئ خاص تقريبا يعني، عشان برضو ايه معرفش. بكل ده كده ما وصلناش للهانوفيل الرئيسي. ده كده نادي، اسمه نادي الجمارك الرياضي فرع العجمي الهنوفي. كويس برضه ان احنا جينا صورنا في الوقت ده، لان لو جينا صورت الشهر اللي فات كان هيبقى طبعا مصيفين. عايزه اقول لكم على حاجه بصراحه، مستمتعه قوي كده وانا بصور في الشارع، لان الشارع الوحيد اللي حسيت فيه بهوا مش بشمس. يعني حتى بصوا الشمس طالعه بس برضه نسمه هوا حلوه. دي مطاعم جد، خشينا كده على طول خواجه كنتاكي. طبعا كمان اخر الهانوفيل الرئيسي. بس كده كده احنا في اخر كمان شارع الهانوفيل الرئيسي. برضو ايه الشارع ده شويه كده ما كناش هنعرف نصور فيه لانه صيف او شتاء بيبقى الشارع هنا طبعا زحمه جدا.
فرصة كمان ان احنا نجيب شارع الهانوفيل من اواخره كده. يا رب الفيديو عجبكم او الجولة بتاعتنا النهاردة تعجبكم. بحاول الاقي الشوارع اللي بتطلب مني. كده شارع الجمعية. طبعا مش هنصور ان انا مصورة كذا مرة قبل كده. من هنا كده. صورته كتير. من الشوارع بصراحة اللي بحبها برضو شارع الجمعية. مستنية رأيكم في الجولة. مستنية برضو لو عايزين برضو اي شارع صوره لكم او اي مكان. نسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.